البوليس جالسين فقد السيطرة تماما، يعني ما في أكل لا موية، والناس قاعد تموت حرفيا، قاعد تموت بالعطش والجوع. قالوا للناس نحن هنطلعكم كلكم، أصبروا الناس كلها هتطلع. جمعوا الأسلحة كلها وخدوها في حتة وفتح البوابات حق السجن وقالوا للناس اطلعوا. الناس دي قاعد تطلع كل السجن حرفيا، كل السجن، سجن كوبر كله طلع، ما بقى ولا زول في السجن.